بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة جاي نتكلم معاكم عن حاجة مهمة جدا لكل الناس، صغير كبير ايا كانت فئتك العمرية. فتأكد ان هذا الفيديو ليك، لان احنا هنتكلم عن حاجة اسمها المية. ما نيجي نتكلم عن المية لازم كلنا كده نقف تعظيم، نديها تعظيم سلام كده، تعظيم سلام كبير قوي، لان ناس كتيرة جدا بتغفل دور المية في دور المية في الجسم. لازم نبقى عارفين ان 70% من الجسم بتاعنا مية. ده كده في البداية نحاول قدر الامكان نديكم معلومات كده خفيفة وسريعة ونوصل بالمفهوم في كام دقيقة، علشان الناس اللي داخلة الفيديو تخش على طول تاخد المعلومة اللي هي عايزاها، وبعد كده تطلع يعني تبقى طالعة حتى على الأقل تكون مبسوطة. خلينا نخش كده بشكل مباشر نتكلم. أول حاجة قلنا إن المية دي 70% من الجسم بتاعنا مية، 90% من الدم بتاعنا مية، 75% من العضلات بتاعتنا مية. لو جينا بصينا كده مثلا وليكن عن العظم بتاعنا، 22% من العظم بتاعنا مية. ايه تاني يا جماعة؟ نتكلم عن ايه تاني؟ ما نقول اكتر من تلتين الجسم بتاعنا مية. يعني تلقائيا لو حصل نقصان في المية في الجسم ممكن يحصل لنا مشاكل وبلاوي سودة جوه الجسم. بعد كده الناس تيجي تقول، ومع الاسف احنا في عياده التغذيه بشكل مستمر لما نيجي نسال الناس بتشرب، لما حد بيجي لنا طبعا احنا كاطباء تغذيه بشكل مستمر بناخد حاجات نمط حياتهم، بيصحوا الساعه كام، بينام الساعه كام، ميعاد الفطار والغداء والعشاء، نوعيه الاكل، بنسال على كميه الماء اللي بيشربوها، نلاقي الناس يقول لك انا بشرب كوبايتين ميه في اليوم. ايه كوبايتين ميه في اليوم يا جماعه؟ بنقول 70% من الجسم ميه، 90% من الدم ميه، 75% من العضلات بتاعتنا ميه، 22% من العظم بتاعنا ميه. اي حاجه بتحط فيها ميه بتحط فيها حياه. يكفينا قول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. ايه في اكتر من كده؟ ايه يعني في اجمل من كلام ربنا؟ في احلى من كلام ربنا؟ ما ربنا يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني كل شيء يعني تكتب له الحياه بالميه. وبعد كده الناس تيجي تعاني من مشاكل مختلفة غير معروفة السبب، ندور على الفحوصات ملاية سليمة. أنا بتكلم عن بعض الأمراض، ليس كل الأمراض لا هناك. فيا جماعة عايزين شوية تغييرات بسيطة. موضوع شرب الماء ده موضوع خطير جدا. يعني طب يا دكتور أنت كده بدأت أنا أخاف شوية، لأن أنت بتقول إن المية ممكن تسبب لنا أمراض. أيوة يعني نقدر نقول إن حالات كتيرة جدا بتعاني من الصداع المستمر، الناس اللي بتعاني من الإرهاق المستمر، الناس اللي بتعاني من الضعف العام. نقدر نقول إن من أحد الأسباب الرئيسية نقصان السوائل في الجسم، نقص شرب المية على بشكل عام. فنقص المية بشكل عام ممكن يسبب لنا صداع، ممكن يعمل لنا مشاكل في الكلى، ممكن يعني السموم بتاعتنا ما تنزلش يعمل لنا فشل كلوي. يا جماعة المية ديت هي الحاجة اللي بتنظف لنا الجسم بشكل مستمر. عايزين يبقى لسان حالنا بشكل مستمر نقول أنا أتناول المزيد من الماء لتنظيف جسدي وعقلي. يبقى أنا أتناول المزيد من الماء لتنظيف جسدي وعقلي. المية بالفعل هي اللي هتنظف لنا الجسم بتاعنا من السموم. الناس اللي بتعرفنا بشكل مستمر وبتتابع معانا انظمه لتخفيف الوزن، لما نيجي نتكلم عن تخفيف الوزن هنتكلم عن شرب الميه. ليه يا دكتور احمد شرب الميه مع تخفيف الوزن؟ لان الميه هتخلينا نحس بالشبع. عشان كده بنوصي الناس بشكل مستمر اللي عايزه تنزل في الوزن، اللي عايزه تخس، اشربي كوبايتين ميه قبل كل وجبه. شرب كوبايتين ميه قبل كل وجبه هتحسسنا، زاد ان هي تحسسنا بالشبع السريع، زائد نكون احنا بناخد الاحتياج اللي احنا محتاجينه يوميا. طب يا دكتور احمد بتعرف الاحتياج اللي احنا عايزينه يوميا ازاي؟ بنعرف الاحتياج بشكل بسيط خالص، بنقسم الوزن بتاعنا على 8. فانا مثلا وليكن لو وزني، فانا مثلا لو وزني 80 كيلو، لو قسمنا 80 على 8 يدينا كام كوبايه؟ يدينا 10 كوبايات ميه. يبقى انت احتياجك 10 كوبايات ميه. طب حجم الكوب قد ايه يا دكتور احمد؟ بشكل بسيط حجم الكوب 250 مللي، يعني الاربع كوبايات بيعملوا لنا لتر. يبقى الراجل اللي احنا بنقول 10 محتاج 10 كوبايات لان هو وزنه 80، يبقى محتاج كام؟ يبقى محتاج 2 لتر ونص. انا بتكلم مثلا وليكن كمتوسط، ده بتكلم عن الاحتياج. وفي وبنزود الكميه شويه في حاله الحراره الشديده او تقلب الجو او العرق. فالشاهد من الموضوع اللي احنا عايزين نوصله لكل الناس يا جماعه، الميه وسيله للحياه، من اراد ان يعيش حياه هنيئه. اللي عايز ينظف جسمه من السموم بنقول له اشرب ميه. اللي عايز يعيش حياه هاديه وراقيه و
خليه من الامراض يشرب ميه. ايوه بقول خليه من الامراض، مفيش حد بيمشي على نظام غذائي سليم ومن ضمن النظام الغذائي ويمشي على نمط حياه صحي وبيمارس رياضه يجيله مرض. يجيله مرض ازاي؟ ما هو بيمارس بيمشي على نمط حياه صحي. نمط الحياه الصحي نقدر نقول ان في دلوقتي لايف ستايل موديفيكيشن. لايف ستايل موديفيكيشن بس دوره ان هو يوعيك، يعرفك ايه هي الحاجات اللي بتسبب لك المرض، ايه هي نمط الحياه الخاطئ وايه هي السلوكيات الخاطئه. عشان كده عايزين نعمل لايف ستايل موديفيكيشن، عايزين نعمل تعديل في نمط الحياه الخاطئ اللي احنا ماشيين عليه. لازم نعرف يا جماعه ان شرب الميه وسيله للحياه. الناس اللي بتلف على الدكاتره بشكل مستمر ومفيش دكتور يقول لهم يعني اشربوا ميه، يا جماعه شرب الميه احنا بنقول اهو نظرا لاهميه نمط الحياه وشرب الميه والنظام الغذائي. انا بقول لاي حد انا استطيع انا اقولها بشكل قوي دلوقتي من خلال منبري على اليوتيوب، من خلال قناتي على اليوتيوب، بقول بشكل مستمر يا جماعه احنا لو قدرنا ان احنا نمشي على نمط حياه صحي ونظام غذائي سليم. وما نتكلم عن النظام الغذائي بنتكلم عن 7 عناصر رئيسيه، العنصر الاهم فيهم هو شرب الميه. فانا دلوقتي مثلا اقول لكم لو عايز اتكلم عن شرب الميه، عايز بتكلم عن شرب الميه يعني بتكلم عن الحياه، باكد وجعلنا من الماء كل شيء حي. الميه ديت هي الوسيله اللي بتنقل لنا جميع العناصر الغذائيه لجميع خلايا الجسم. فلو في الميه ديت اللي مسؤوله عن الاستقلاب وعمليات الايض، يعني لها دور فعال جدا في تنشيط العمليات الحيويه في الجسم كله. فلو في اي عمليه حيويه او ميكانيزم معينه متعطله وارد ان يكون الميه احد الاسباب الرئيسيه لذلك. فبنتكلم عن شرب الميه يعني بنتكلم اسمح لنفسك ان انت تعيش حياه هنيه. ناس كتيره جدا بتجي لنا العيادات فقط مجرد ان احنا نعمل لهم نظام غذائي مثلا سواء كان لتخفيف الوزن او لزياده الوزن او لمرض السكر او لمرض الضغط او لمرض القلب، يتخلصوا من المرض بشكل نهائي. والناس اللي تبقى ماشيه مثلا 5 6 سنوات على ادويه السكر مثلا من نوع التاني وبعد كده تيجي من اول اسبوع السكر بتاعها يتظبط. فقط ليه؟ علشان مش على نمط حياه صحي ونظام غذائي سليم وشربنا كميات ميه كافيه. يا جماعه شرب الميه مهم. الحلقه بتاعتنا دي النهارده بس فقط عن شرب الميه. يا جماعه شرب الميه رجاء اشربوا كميات ميه كافيه. نعرف ازاي يقسم الوزن بتاعك على 8 يطلع عدد الكوبات اللي انت محتاجها يوميا. حجم الكوب 250 مللي. الناس اللي بتتابعنا بشكل مستمر تعرف ان احنا قبل كده من قبل عملنا علاج مرض السكر من النوع الثاني فقط بشرب الميه. بشرب الميه بالاضافه طبعا احنا نعمل نظام غذائي صحي ونتكلم عن شويه من الرياضه. الناس اللي بتجي لنا من اول اسبوع السكر بتاعها بيتظبط ليه؟ بيتظبط ليه بس فقط شرب الميه مع نظام غذائي. يا جماعه رجاء ثم رجاء اشربوا ميه. وطبعا بالنسبه للناس اللي بتخفف في الوزن بنتكلم دائما بشكل كبير عايزين نشرب 4 كوبايات ميه دافيه على الريق. شرب 4 كوبايات ميه دافيه على الريق كفيله ان هي تحسن لنا من الحاله المزاجيه وتنشط لنا الدوره الدمويه. زائد ان انت لو التزمت بشرب الميه على الريق وبعد كده انتظرت 45 دقيقه وبعد كده خدت وجبه الفطار وعملت نظام غذائي صحي متوازن متنوع متكامل بيراعى فيه المسموحات والممنوعات على حسب حالتك الصحيه، تستطيع ان تتخلص من مرض السكر، تستطيع ان تتخلص من مرض الضغط، تستطيع ان تتخلص من امراض مزمنه، تستطيع ان تعيش حياه صحيه، تستطيع لو الناس اللي بتعاني من الصداع النصفي تستطيع ان تتخلص من الصداع النصفي. ان يا جماعه شرب الميه. الناس اللي عندها فشل كلوي شرب الميه. يا جماعه شرب الميه. الناس تقعد على الاكل تدبها بدون ما تعمل حساب خالص. يا جماعه يعني لقيمات يقمن صلبه زائد مع اللقيمات يقمن صلبه. انا اتكلم عن شرب الميه بس. هناك تنبيهات بسيطه بالنسبه للناس اللي بتنزل في الوزن وعايزه تشرب ميه. بنتكلم ان شرب الميه دائما للناس اللي عايزه تنزل في الوزن بنقول شرب الميه دائما تكون قبل الوجبات. ممنوع شرب الميه اثناء الوجبه او بعد الوجبه. شرب الماء دائما يكون قبل الوجبات. ممنوع شرب الميه اثناء الوجبه او بعد الوجبه. لو انت عايز تنزل في وزن اشرب 2 كوبايات ميه قبل كل وجبه بنص ساعه. بناكد على شرب 4 كوبايات ميه دافيه على الريق.
شرب الاربع كوبايات ماء دافئه كفيله انها تحسنها من الحرق وتمثيل الغذائي وعمليات الاستقلاب في الجسم والهدم والايض والبناء، يعني وزائد ان هي تحسنها الحاله المزاجيه وتنشط لنا الدوره الدمويه طول اليوم. شرب الميه يبقى عند الاستيقاظ شرب اربع كوبايات ماء دافئه على الريق، قبل كل وجبه نشرب كوبايتين ميه دافيه. ممنوع شرب الميه الا بعد ساعتين من الوجبه لو انت بتتكلم عن نزول الوزن. لو احنا بنتكلم عن زياده الوزن ممنوع شرب الميه قبل الوجبه، شرب الماء دايما يكون بعد الوجبات. اما بالنسبه للناس اللي عايزه تزيد في الوزن، اللي بنقلب الايه شويه، شرب الماء دايما سيكون بعد الوجبات للناس اللي عايزه تنزل في الوزن. يا جماعه شرب الماء مفيد سواء كان الناس اللي عايزه تنزل في الوزن سواء كانت للناس اللي عايزه تزيد في الوزن. شرب الميه في جميع الاحوال مفيد، اشرب ميه دائمه، ما توصلش لمرحله الجفاف. يا دكتور ايه اللي جاب الجفاف دلوقتي؟ ايوه يا جماعه احنا بالفعل هنوصل لمرحله الجفاف. يعني الناس يقول لك ايه ما عطش اروح اشرب ميه، لا مش ما تعطش تروح تشرب ميه، عطشت اشرب ميه، ما عطشت تشرب ميه، معنى ان انت عطشت ان انت وصلت لمرحله الجفاف والجسم بعت لك اشارات ايه انهضني انقذني انا بموت انا وصلت لمرحله الجفاف. يا جماعه الناس اللي بتعاني من صداع ومش عارفه السبب ايه، جرب ان انت تشرب ميه، قد يكون الحل في شرب الميه. يا جماعه طبعا احنا مش بناكد ان شرب الميه فقط هو ممكن يكون السبب للصداع اللي موجود عندنا، يعني لا، هناك اسباب كثيره قد تكون للصداع، ويرجعوا لحلقه اسباب الصداع المختلفه. لكن اللي انا عايز اوصله دلوقتي ان شرب الميه شرب الميه شرب الميه، عايز تنزل في الوزن شرب الميه، عايز تزيد في الوزن شرب الميه، عايز تعالج مرض السكر من النوع الثاني او حتى من النوع الاول شرب الميه مفيد. نتكلم عن مرض الضغط شرب الميه، الناس اللي عندها فشل كلوي شرب الميه، الناس اللي ما عندهاش حاجه شرب الميه. لكن نيجي لحد هنا كده ونقف وقفه بسيطه كده مع بعض، مش معنى ان انا بقول شرب الميه ان احنا بقى خلاص الدكتور قال فوائد شرب الميه الميه لها فوائد خطيره جدا. ممكن نمسك كده يعني ورقه وقلم ونسجل مع بعض الفوائد الصحيه لشرب الميه، وهناك حتى علاج بالهيدروثيرابي او العلاج بشرب الماء فقط. يعني في بعض الناس تتكلم عن علاج بالهيدروثيرابي من خلال شرب الميه. ماء مفيده جدا. لكن الناس بقى اللي تقول لك الدكتور الدكتور احمد قال الميه مفيده جدا اشرب بقى كميات اللي انا عايزها وكده، لا انا قلت ازاي تعرف النسبه اللي انت محتاجه يوميا قد ايه، تاخد اللي انت محتاجه. لكن هتزيد بقى تخش بقى في 4 لتر و5 لتر وكميات ميه تكون مبالغ فيها، شرب الكميات الميه المبالغ فيها ممكن تسبب لنا نقص للصوديوم في الجسم وخصوصا في الدماغ، ممكن تعمل لنا لا قدر الله جلطه في الدماغ والموت. فشوف يعني الماء هو سلاح ذو حدين. شرب يعني الدين بتاعنا الدين الاسلامي دين سامح وينتشر، احنا دلوقتي وصلنا 2 مليار مسلم، طب ليه هذا الانتشار؟ الاسلام بتاعنا دين وسطي، لا ليس فيه يعني افراط وليس فيه تفريط، فلا افراط ولا تفريط. ففكره ان احنا ما نشرب ميه نشرب احتياجنا ولا نبالغ في زياده ولا نقلل عن الطبيعي، يعني الاعتدال في كل شيء مطلوب حتى في شرب الميه. نشرب ميه، لكن بالنسبه للناس اللي بتشرب كوبايه ميه في اليوم، لا اشرب ميه يا حبيبي اوصل 3 لتر ميه في اليوم مالكش دعوه. ناس اللي بتشرب 3 كوبايات و4 كوبايات ميه في اليوم، ناس اللي ما بتشربش ميه في اليوم، يا جماعه احنا والله العلي العظيم من داخل العيادة والناس تعرف في الكلام اللي انا بقول ده بشكل مستمر، تعرف كويس قوي ان انا من اول اسبوع بنظبط السكر من النوع الثاني. والله من اول اسبوع بتجي لي يا دكتور انا رحت بشوف تحليل الراجل بيقول لي اول مره اشوف الدم بتاعك خفيف كده، انت عملت ايه؟ قولي لي انت عملت ايه؟ فقالت له فقط الدكتور نصحني عمل لي نظام غذائي وقال لي اشرب مية على قد ما اقدر وقال لي احتياجاتي. فالشاهد من الموضوع اللي انا عايز اوصله لكم يا جماعة ان شرب المية علاج فعال. يعني لو عندك مرض اشرب مية، ما عندكش مرض اشرب مية، عندك زيادة في الوزن اشرب مية، عندك نقص في الوزن اشرب مية. المية الناس اللي عايز تعمل كتلة عضلية ومتشربش مية كافية
برضه مش هتعمل كتلة عضلية، اللي احنا زي ما قلنا في البداية 75% من العضلة مية، فإحنا لو ما عندناش مية كافية جوه الجسم برضه مش هنستطيع إن احنا نعمل الكتلة العضلية الكافية اللي احنا عايزين نعملها. أيا كان مكانك وأيا كان زمانك، شرب المية مفيد، شرب المية مفيد رجاء من كل الناس اللي بتتفرج علينا. عايزين نوصل الحلقة ديت لكل الناس، ولو عجبك المحتوى قول لي شكرا بضغطك لايك تحت. شكرا ليكم، كان معكم الدكتور أحمد عطية الدهشان، طبيب تغذية في تركيا. دمتم بصحة وعافية. باي باي.